شلون شايفتيني هالوضع من صلاة؟ ما شاء الله وكان خزيت العين حولك طالع مثل العريس بليلة عرسه. شو هالحكي؟ هلا بصدق دغري ها؟ بيوم عرسنا ما لبست هيك لبس. الحق بإيدي، أنا طالع أنيق كتير، ومثل ما بتعرفي أنا ما بحب اللبس الرسمي، بس مدير المنطقة الجديد شايل عنا لهون وأول مرة بيزورني بالبيت، لذلك لازم نستقبله ونقوم بواجبه منيح. دخلات ما عرفت ليش جاي لعنا؟ والله ما عرفت، بس كلمة هنالي إنه طلب مني إنه أجمع له كل وجهاء البلد عندي بالبيت. وشو بده بالوجهاء؟ الله أعلم، بس هلا بعد شوي بنعرف كل شيء. منين؟ ما شايفة حدا؟ ما تقولي إلا وصلوا. يلا يلا جاي. يا أهلا وسهلا بسعادة مدير المنطقة، الله يعلم أنكم شرفتوا النظافة. شكرا يا مختار. يا أهلا. هذا نطبق حيا يا أخوان، أنا طلبت من الأخ أبو صلاح يجمع لي العزور طيبي عنده بالنظافة لحتى نقعد ونساير بنحكي على راحتنا وبدون ما حدا يزعجنا. هذا البيت بيتكم سيدي، نحن ما رح ننسى هالشرف طول ما نحن عايشين. شكرا يا أخي. بس يا ترى شو هذا الموضوع اللي بدكم تحكوا فيه يا سيدنا؟ بالواقع الموضوع بسيط كتير، وباختصار بعد يومين رح يشرفنا على البلد الأستاذ أبو النصر العلالي، ومثل ما بتعرفوا السيد أبو النصر مسؤول كبير بالبلد، والمفروض نعمل له هيصة وليصة واستقبال يليق بمقامه. ايه طبعا طبعا، هذا واجبنا يا سيدي ما في كلام، بس شو مناسبة الزيارة يا سيدي؟ ما في مناسبة معينة، الزيارة روتينية عادية، بده يعمل لقاء سياسي مع جماهير المنطقة يشرح فيه التطورات السياسية اللي عم نعيشها داخليا وخارجيا، وبمعنى آخر السيد أبو النصر هو منفذ الحكومة لضيعتنا. وليش بده يشرحونا أنه بالذات؟ نحن فهمانين الوضع المضبوط؟ ايه بجوز، بس هاللقاءات السياسية عم بصير في أغلب المناطق والمحافظات، مو بس عنا بالمنطقة، وطبعا كل مسؤول تكلف منطقة أو أكثر، ومن حسن حظنا أنه السيد أبو النصر طلع من نصيبنا. ولا شلون يا مختار؟ طبعا طبعا ما في شك، هذا ابو نصر علال. وبصراحة ما رح اخفي عنكم ابدا انه في شوية استياء عام بالعاصمة من منطقتنا بالذات. شو هالحكي؟ استياء عام؟ ليش يا سيدنا؟ ليش لا سمح الله؟ عم بيقولوا انه اللقاء الجماهيري اللي صار السنة الماضية بضيعتكم ما كان على مستوى الطموحات. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني ما كان في حضور شعبي، الحضور اقتصر فقط على الموظفين وطلاب المدارس، والباقي طنشوا وضلوا قاعدين ببيوتهم، وكأنه هاللقاء الجماهيري عم بيصير بالسنغال مو عنا هون بالمنطقة.